السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله بنتكلم عن موضوع حلقتنا النهاردة. أحب أبلغكم بس إن الحمد لله على كل حال تعرضت لحادث بسيط، حصل فيه كسر في الرجل. الحمد لله الجبيرة تقعد شهرين، بس إن شاء الله مش هنقدر نعمل معاكم الفيديوهات العملية مع بعضنا في المزرعة لغايه ما الجبيره بس تخف، او لغايه ما فوق الجبيره، او ان شاء الله خلال 15 20 يوم ما نقدر ندوس عليها كويس، يعني نقدر نتحرك عليها. هنبدا هنكمل بعض ان شاء الله الفيديوهات العمليه، وخلال الفتره دي هنتكلم فيديوهات نظري ان شاء الله. النهارده هتكلم عن موضوع مهم، بيصيب المعز والاغنام وكتير بيعاني منه، وهو سقوط الشعر او الصوف في الاغنام. سقوط الشعر في المعز او الصوف في الاغنام، طبعا العلامه الاساسيه او بمعنى صح هنقسمه لاربع اقسام، اربع امراض اساسيه بتسبب سقوط الشعر او الصوف فيهم. والسبب الخامس سبب مش مرضي اللي هو تجديد الصوف، ده هنتكلم عنه في اخر الفيديو ان شاء الله. قلنا هنقسمه لاربع امراض اساسيه او اربع اسباب اساسيه بتسبب سقوط الشعر او الصوف في الغنم. رقم واحد طفيليات خارجيه زي الجرب والجوب. رقم اثنين طفيليات داخلية زي الديدان المعوية والديدان الكبدية. رقم ثلاثة إسهال شديد نتيجة نزلة معوية حادة أو ميكروب في المعدة بيسبب إسهال شديد، وأنت تأخرت في العلاج الإسهال قعد 4 أو 5 أيام أو أسبوع، بيسبب ضعف عام وبيفقد كمية كبيرة من الفيتامينات والأملاح، بتسبب سقوط الشعر أو الصوف. رقم أربعة سوء التغذية. سوء التغذية في عامل مشترك ما بين ثلاث أمراض اللي هو الطفيليات الداخلية والإسهال الشديد وسوء التغذية. العلامة الأساسية بتاعتهم أو السبب الأساسي في سقوط الشعر أو الصوف هو نقص حاد في الفيتامينات والأملاح، نقص حاد في الفيتامينات والأملاح في الجسم بيسبب سقوط الشعر أو الصوف. ده بالنسبة للثلاث أمراض الأساسية اللي هما الطفيليات الداخلية والإسهال الشديد وسوء التغذية. العلامة الأساسية نقص حاد في الفيتامينات والأملاح، هي اللي بتسبب سقوط الشعر. أما الطفيليات الخارجية اللي هو الجرب أو الجوب، فدي طفيليات زي حشرة الجرب بتتغذى على الجلد، بتعيش في الجلد، بتنخر في الجلد، بتسبب سقوط الشعر. والجوب عبارة عن فطريات بتصيب الجلد بتسبب سقوط الشعر برضه، لكن مش بالضرورة في الطفيليات الخارجية معاها ضعف عام، معاها يحصل نقص في الفيتامينات والأملاح، بالعكس ممكن يكون الغنم سمينة وكويسة وجاي لها الجرب أو الجوب، فيها جرب أو فيها جوب بيسبب سقوط الشعر أو الصوف. يعني مش لازم في حالة الطفيليات الخارجية مش لازم يكون في ضعف عام. اما الثلاث امراض التانيين اللي هو الطفيليات الداخليه والاسهال وسوء التغذيه لازم في ضعف عام، بيحصل العلامه الاساسيه ضعف عام، بيحصل عنها بضعف عام نتيجه نقص الفيتامينات والاملاح في الجسم بيسبب سقوط الشعر او الصوف. هتعرف تميز ما بين الاربع امراض او الاربع حالات، هتعرف ازاي تميز ما بينهم عشان تستخدم العلاج المظبوط. رقم واحد الطفيليات الخارجيه، انا نزلت فيديو، ارجع للقناه في فيديو الجرب في الاغنام، ارجع الفيديو هتشوف الصور واضحه، بيقول لك مرض الجرب واضح. اول شيء بيحصل سقوط الشعر في اماكن معينه، اغلبها بيجي في الوش ويبدا في الودان ويبدا ينتشر في الجسم بالكامل. العلامه الاساسيه في الجرب مكان سقوط الشعر بتلاقي قشره قشور بيضاء، القشور البيضاء دي بتزيد في السمكه كل ما تتاخر في العلاج، وبتزيد تنتشر في الجسم كله، بتزيد تنتشر في الجسم كله لو اتأخرت في العلاج. كل ما اتأخر بتزيد القشرة سماكة. العلاج بتاعها طبعا القشور دي نتيجة لأن الحشرة بتاكل في الجلد، بتغذى على الجلد، بتموت طبقات الجلد بينتج عنها القشور البيضاء دي، وهي بتكون محمية تحت القشور البيضاء دي، تحت القشور البيضاء هي بتعيش الحشرة في الطبقات الحية من الجلد. يعني عشان تيجي تعالج لازم الدواء يصيب، إذا كنت هتعالج موضعي، إذا كنت هتعالج موضعي، إذا كانت الحاجة عشر وخايف تديها أيفوماك هتعالج موضعي بالعلاج الموضعي بمرهم الكبريت او اي زيت محروق، زيت العربيات الوسخ الاسود بيجيب نتيجه برضك، او بالجاز او بالبيوتوكس، بيوتوكس مبيد حشري
لان هي الحشره سهل جدا القضاء عليها. اي مبيد من المبيدات دي او اي ماده من المواد اللي ذكرتها، سواء جاز، سواء زيت محروق، سواء مرم كبريت، سواء البيوتوكس او اي مبيد حشري، بيلمس الحشره بتموت على طول. العلاج سهل بس المهم يصيب الحشره. انت لو دهنت على القشور من بره ما بتوصلهاش، دي طبقه حمايه ما بتوصلش الماده اللي انت بتقتل بيها الحشره، بتوصلش للحشره. وده العلاج بيكون موضوعي على حسب المكان اللي ظهر فيه بس، مش في الجسم كله. طبعا فلازم اول حاجه تحك القشور البيضاء دي كويس، تحكها باي حاجه خشنه لغايه ما يبان لك الجلد، لغايه ما يبان لك لونها احمر الجلد الحي، وبترش مكانها سواء اي ماده من اللي ذكرناها، مرر كبريت او بس تحذر من الزيت الوسخ والجاز اذا كان الجرب حوالين العين او فوق العين او جنب العين عشان ما يجيش في العين ويتعب العين. تستخدم لو قريبه من العين استخدم مرهم الكبريت افضل. افضل حاجه لو حاجه قريبه من العين مرهم الكبريت. بعد الحك طبعا والتنظيف تنزيل القشره البيضاء بالكامل. ده العلاج الموضعي. والعلاج العام هتحقن ايفوماك سوبر سواء اردني سواء امريكي سواء اي متوفر عندك او مصري، المهم تكون حاجه مجربها وبتجيب نتيجه. انا بستخدم المتوسط الاردني، لو استخدمت المصري بستخدم جرعه مضاعفه. بالنسبه للجرعه العام بتكون سنتر ال 50 كيلو. سنتر ال 50 كيلو في الادويه النظيفه الكويسه. اما لو ادويه على قدها ممكن تستخدم لغايه 2 سم 3 سم كمان لل 50 كيلو. المصري ممكن استخدم 3 سم لل 50 كيلو. المهم بتكون على التجربه بيجيب نتيجه. ده بالنسبه للطفيليات اللي بالنسبه للمرض الجرب. المرض الثاني الجوب. ازاي نميز بين الجوب والجرب؟ الاثنين بيساووا سقوط الشعر. مرض الجوب بينتشر اكتر حاجه في الوش، بيتمركز في الوجه، بيبعد عن الجسم، بيبقى نادر في الجسم، وطبعا ممكن يظهر في الجسم بس اكتر 80% او 90% منه بيظهر في الوش، في الودان وفي الوش. العلامه الظاهره بتاعته بيبقى فيه سقوط شعر ولكن مفيش اي قشور بيضاء، سقوط شعر بس لكن مفيش اي قشور بيضاء، الجلد بتلاقيه نظيف. ده بيسبب اللي هو طبعا عباره عن فطريات بتصيب الجلد، مش ايفون، مش حشره الجرب، لا بالنسبه للجوب او في اللي هو القراع. العلاج بتاعه بيكون بمضادات مراهم دهان موضعي. الايفوماك ما بيجيبش نتيجه معاه، الايفوماك ما بيجيبش نتيجه. اللي بيجيب معاه نتيجه الدهان موضعي، اما بتدهن في مراهم طبعا، في بشري وفي منها بطري. مراهم بتدهنها مراهم مضاده زي مرهم الكبريت مثلا، بتستخدم مرهم الكبريت دهان موضعي المكان اللي بيظهر فيه، بتدعكه بتدهنه مرتين في اليوم على الاقل لغايه ما تبدا الشعر يطلع تاني. او بتستخدم مراهم بشريه، في مراهم بشريه مخصصه للفطريات على الجلد، بتروح اي صيدله بشري عاوز مرهم للفطريات بيديك مرهم، بتدهن منه نفس النظام مره او مرتين في اليوم لغايه ما يطلع الشعر. ده بالنسبه لمرض الجوب. ده بالنسبه كده باب الطفيليات الخارجيه. طيب الحاجه الثانيه اللي قلنا المرض الثاني الطفيليات الداخليه. الطفيليات الداخليه شامله الديدان المعويه وديدان الكبدية، دول أكتر ديدان، طبعا في ديدان رئوية تاني بس دول أكتر نوعين، أكتر نوعين بيأثروا في سقوط الشعر أو السفل، هما الديدان المعوية والديدان الكبدية. الديدان المعوية بسبب الأكل يعتبر مش مستفيدة منه الغنم، الغنم بتاكل وعلف مظبوط وأكل تمام وأكل موزون وأكل صحي و100%، بس الغنم مش ظاهر عليها الأكل، بالعكس بتضعف كل يوم عن التاني تضعف كأنها ما بتاكلش. المستفيد الأول والأخير من العلف اللي هي الديدان اللي في المعده او في الامعاء، هي اللي بتستفيد من العلف، فبالتالي كان الحاجه ما بتاكلش، بيحصل عندها ضعف عام، نقص حاد في الفيتامينات والاملاح في الجسم بالاخص الكالسيوم والفسفور طبعا، وفيتامين ه وفيتامين د، بتسبب سقوط الشعر. العلاج طبعا بالنسبه طبعا معلش نكمل الجزء الثاني، ديدان الكبديه ده كده بالنسبه للديدان المعويه والديدان الديدان المعوية الفرد الداخلية، الجزء الديدان المعوية، الثاني الديدان الكبدية. الديدان الكبدية الديدان بتعيش في الكبد اللي هي ديدان الفاشيولا، بتعيش في الكبد بتدمر الكبد، الكبد ما بتشتغلش الوظائف بتاعته، الجسم بيصاب بالضعف والهزال، بيحصل فقدان للشهية، بيسبب ضعف وهزال شديد نتيجة قلة الأكل، لأن لما بتيجي الديدان الكبدية مش قصة إن هو بياكل بيتغذى على الديدان الكبدية، لا، بيحصل ضعف عام في الجسم، بتقطع الأكل لما الديدان تكتر وتكبر في الكبد، بتدمر الكبد، بالتالي بيحصل ضعف عام نتيجة قلة الأكل، فقدان الشهية للأكل. العلاج الاثنين بالأيفوماكس السوبر، الديدان الداخلية
بتتعالج بالايفوماك السوبر. الحقن زي الجرب، زي مرض الجرب. بس بالنسبة للدهون الكبدية ممكن تستخدم دواء متخصص في الكبد لو انت اتأكدت من الكبد. ازاي تتأكد ان هو من الكبد؟ بترفع جفن العين، بترفع جفن العين وبتشوف الشرايين اللي في الجفن او شرايين العين، بتشوفها اذا كان لونها ازرق غامق، لون غامق مايل للزرقان، ده كده معناها ديدان كبدية، معنى كده ان الكبد تعبان. بتستخدم دواء متخصص اللي هو فاشوليت او فاشولار، اي دواء متخصص للديدان الكبدية، دودة الفاشول. لا والله عاوز تدي بشكل عام، ما تدي الايفوماك. الايفوماك بيوضع على الديدان الكبدية والمعوية والرئوية وديدان الكبد وجرب الجلد ونغف الانف، للطفيليات الداخلية والخارجية عامة، اللي هو الايفوماك السوبر. اما طبعا لو فتحت الجفن ولقيت الشرايين لونها وردي باهت، تعرف ان هي ديدان، تعرف ان هو ضعف عام، ضعف عام، اما انه ناتج من سوء التغذية او اسهال شديد زي ما قلنا، او ديدان معوية. وبيكون العلاج بالمقويات. طيب خلصنا كده الديدان الكبدية والديدان المعوية. السبب الثالث وهو الإسهال الشديد. الإسهال الشديد وسوء التغذية الاثنين مع بعض بيندرجوا، بيحصل ناتج من الاثنين زي ما قلنا، ومع الديدان المعوية ناتج عنهم الضعف العام. الضعف العام بسبب الضعف العام، نقص الفيتامينات والأملاح، بيحصل سقوط الشعر أو صوف الغنى. فالإسهال الشديد وسوء التغذية، بالنسبة لسوء التغذية ممكن تكون بتأكل علف وعلف كتير، والغنم بتشبع وكل حاجة وتمام التمام، بس مش ظاهر عليها العلف. الغنم بيسقط الشعر بتاعها. ليه؟ بسبب ان العلفة مش موزونة. مش موزونة ازاي يعني؟ يعني ممكن تكون بتدي نشويات عالية بس، بروتين عالي بس، الياف خام كتير، الياف كتير، او العلفة موزونة من كله بس ما تفتقر للفيتامينات والاملاح. الفيتامينات والاملاح كميات بتضاف على العلف بكميات قليلة بنسب قليلة، بس مفعولها اكبر من كميتها. مفعولها هو الاساسي اللي بيحصل، اللي العوامل المساعده في الهضم والبناء وتجديد الخلايا والنشاط العام والحركه والتكاثر، دي الفيتامينات والاملاح. ممكن يكون العلف قليل بس موزون، بس بتحافظ على النشاط، بتلاقي الحاجه نشيطه والصحه تمام و100%. لكن علف بكميات كبيره بس مفيش تحويل، مفيش نشاط عام، في كسل، في خمول، في سقوط شعر، العلفة ممكن تكون مش موزونة، مش مدي الأملاح والفيتامينات بصورة مظبوطة للغنم. الفيتامينات والأملاح كميات بتضاف على العلف بنسب قليلة بس مفعولها أكبر من نسبتها، هي المسؤولة عن النشاط العام للحيوان. زي ما قلنا كده، طبعا العلاج هيكون لو هو سبب إسهال بسبب سوء تغذية، الاتنين دول بتعالج المالتي فيتامين، حقن مالتي فيتامين زائد كالسيوم وفسفور. حقنة فيها كالسيوم وفسفور مع بعض، والحقنة التانية فيها مالتي فيتامين. ده بتعالج على حسب شدة الضعف، ممكن 3-4 أيام، 5 أيام، أسبوع، على حسب حالة الغنم. طبعا الفيتامينات والأملاح دي تعتبر حالة أساسية، يعني علاج أساسي، سواء المرض ديدان معوية أو ديدان كبدية أو إسهال شديد أو سوء تغذية. المالتي فيتامين زائد الكالسيوم والفسفور، حقن طبعا هو أسرع حاجة بتجيب نتيجة، الاثنين دول يعتبروا أساسي في العلاج في الأربع حالات دول. ديدان معوية، ديدان كبدية، إسهال شديد أو سوء تغذية، الإبرتين دول أساسي في العلاج. ليه؟ لأن العلامة الأساسية للأربع أمراض مع بعض الضعف العام، بيكون الحاجة هزيلة وضعيفة. فالفيتامينات والكالسيوم والفسفور هتساعد على النشاط، ترجع النشاط والحيوية، اللي من خلالها هتنفتح شهيتها للأكل، اللي من خلالها هتعوض الضعف اللي حاصل في جسمها. أما لو ما ادتش المالتي فيتامين مع الكالسيوم والفسفور، مفيش شهية، مفيش نشاط، مفيش أكل حتى لو هتأكلها فول صافي.
مفيش شهية مش هتاكل. فأول حاجة ترجع النشاط والشهية بالمالتي فيتامين والكالسيوم والفسفور. تاني شيء طبعا لو كانت ديدان معوية لازم تاخد الايفوماكس الصغر مع المالتي فيتامين ومع الكالسيوم والفسفور. إذا كانت ديدان كبدية برضك لازم تاخد الايفوماك مع المالتي فيتامين والكالسيوم والفسفور. أما لو كان إسهال شديد بتعالج الإسهال على حسب الحالة، مضاد حيوي معوي بتشتغل عليه كويس، بتشتغل على أي مضاد حيوي معوي على حسب الحالة اللي عندك اللي مسببها الإسهال، بتعالج الإسهال ومع علاج الإسهال بتدي مالتي فيتامين وكالسيوم وفسفور. كذلك سوء التغذية، أنت بتغذي بس علفتك مش موزونة، هتهتم بعلفتك هتضيف للعلفة الفيتامينات والأملاح اللي هي تحت اسم بريمكس اللي هو عبارة عن مخلوط فيتامينات وأملاح بتحطه على العلفة. بس بما إن حصل عندك هزال وضعف شديد وحصل عندك سقوط شعر وصوف هتعوض، هتحط كمية كبيرة بدل 3 كيلو على الطن بريمكس ممكن تحط 6 أو 9 كيلو على الطن لغاية ما الغنم تتعدل وترجع تاني للنسبة بتاعتك الطبيعية اللي هي 3 كيلو على الطن اللي هو مخلوط البريمكس. الحالة الأخيرة قلنا وهي اللي بتعتبرش حالة مرضية، تعتبرش مرض، وهي تغيير الصوف. تغيير الصوف ده بيحصل زي الناس اللي مربية حمام، تعرف ان بيجي الحمام في وقت بيقلش بيجدد الريش. الحالة دي معروفة بعملية القلش. القلش معناها بيجدد الصوف، بيجدد الشعر، بيجدد الريش بتاعه. الحمام بيجدد الريش. كذلك الغنم، في حالات من في بعض الغنم مش كل الغنم، بعض الغنم بيجيها حالة من حالات تجديد الصوف، بتجدد الصوف بتاعها. الحالة مش مرضية، بالعكس الخروف اللي بيجدد صوف بيكون أنظف خروف، أفضل خروف أو أفضل غنم عموما، سواء نتات سواء معيز سواء غنم، بتكون أفضل حاجة. ليه؟ بيكون طالع من حالة ضعف لحالة صحة، ونتيجة الصوف كبير بيحصل. أكتر حالة بتحصل الحاجات دي بتحصل في الصيف، الصوف كبير ونطالع من حالة ضعف لحالة صحة، اتغير له العلف والعلف بقى كويس وصحته ردت والصوفة بتاعته كبيرة، بتلاقي بيحصل له حالة من حالات تجديد الصوف. هنميزها ازاي عن باقي الأمراض؟ الحالة واضحة ومميزة. أول حاجة رقم واحد النشاط العام 100%، بتلاقي الحاجة بتاكل ونشاطها تمام وصحتها تمام والظهر مليان ما شاء الله مظبوط، دي رقم واحد. رقم اتنين ما بتلحقش تشوف الجلد، سواء ما بتشوفش لا قشرة بيضة ولا بتشوف الجلد أحمر نظيف، سواء اللي هو زي حالة الجرب أو حالة الجوب، لا بتشوف دي ولا بتشوف دي. إنما إيه اللي بتشوفه؟ بتشوف الشعر، ما بتشوفش حاجة أصلا، ما بتشوفش جلد. الصوف الجديد هو اللي بينطر الصوف القديم وبيطلع مكان، الصوف الجديد هو اللي بيوقع الصوف القديم، يعني ما بتشوفش جلد. مجرد ما يقع الصوف ده بتلاقي صوف تاني طالع جديد، وصوف غزير، صوف بكمية كبيرة، مش صوفة شعرة أو اتنين تلاتة متنطورين، لا ده صوف بكمية غزيرة طالع مكان كل شعرة شعرة غيرها. بيقع الشعر القديم بسبب طلوع الشعر الجديد أو الصوف الجديد. دي الحالة دي بيكون الخروف صحته تمام، وفي أغلب الأحوال، مش في أغلب الأحوال، العلامة المميزة بيغير شعر أو صوف جسمه بالكامل من طرف ديله أو ليته لغاية راسه، بيغير شعر جسمه بالكامل. أما في الأمراض التانية على حسب وقت المرض، يعني الجوب بموضعي بس، مكان الجوب أو الجرب مكان المرض بس هو اللي بيصيب، هو اللي بيصاب بسقوط الشعر، وباقي الشعر في الجسم ماسك تمام مفيش فيه أي مشكلة. الضعف العام اللي هو شامل ديدان معوية، ديدان كبدية، ديدان معوية، ديدان كبدية، إسهالات شديدة، ضعف عام، سقوط الشعر بيكون في أماكن مكان ما بتشد، أول ما بيشد يخبط في أي حاجة، بيخبط في أي خشب في أي شيء بتلاقي الصوف بتاعه متكون فيه. تشده لو شدت اي شعر، لو شدت اي شعر او صوف من اي مكان في الجسم بيطلع في ايدك، ولكن بمجرد ما بيتم العلاج الشعر بيمسك تاني ما بيقعش، الشعر بيمسك وبيطلع مكان النحت، المكان اللي نزل منه الشعر او الصوف بيطلع مكانه شعر او صوف جديد، والباقي بيفضل زي ما هو ما بيقعش. بس فترة المرض بس هي اللي بيحصل اي مكان تشد منه الشعر او الصوف بتلاقي بيطلع في ايدك، وبمجرد ما بيتم العلاج بيتوقف، بيوقف سقوط الشعر والشعر بيرجع يمسك في الجلد كويس وبترجع صحته تمام التمام. وفي النهاية طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنساش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.